بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اخر جزئيه في الابلكيشن لوجيك اللي هي البيلد اوبشن. البيلد اوبشن دي خاصيه جميله جدا. زي ما عندنا ان انا اقدر ابص للايتم او للصفحه او للريجن او للبروسيس كونديشن وكمان اوثرايزيشن، عندي حاجه تانية كمان اسمها بيلد اوبشن. والبيلد اوبشن دي معناها ان انا بقول ان الحاجه دي لها بيلد معين. يعني ايه بيلد معين؟ ممكن يكون انت عملت الصفحه دي وليكن هي جلوبال ايتم دي، ولسبب معين انت عاملها مثلا للديفلوبر يعمل تيست او لاي حاجه، فانت بتقول انا عايز اعمل بولد اوبشن اسميه ديف، والاختصاص بتاعته بتقول هل هو جوه الابلكيشن، يعني الحاجه اللي انا هديها البيلد اوبشن دي هتتشاف ولا مش هتتشاف. فانا هقول دلوقتي انكلود هتتشاف، وهنا بيديني اوبشن ان انا يعني وانا بعمل اكسبورت يبقى الديفولت بتاعها ايه، هل تاخد اللي موجود هنا ولا لا، انا عايز تبقى اكسكلودد او انكلودد زي ما انت عايز. هنفهمهم دلوقتي. طبعا هو بيقول لك احتفظ بالقيمه دي لما يعمل ابجريد، وهنا تقدر تعمل ايه كومنت. يعني ممكن اقول كومنت كده، هقول ديفلوبر اونلي مثلا، وده انكلود على افتراض ان انا عامل الصفحه دي للديفلوبر بس، الديفلوبر بس اللي يشوف، او الصفحه دي واخده بيلد اوبشن انها معموله عشان الديفلوبر يتست فيها حاجه. تمام. فانا كل اللي انا بعمله ان انا بروح للصفحه دي، وزي ما انا قلت عندي حاجه اسمها كونديشن للريجون مثلا او للصفحه، وعندي كمان الاوثرايزيشن، عندي كمان حاجه ثانيه اسمها بيلد اوبشن. تعال نقول للصفحه دي ان البيلد اوبشن بتاعها ديف. طب هل الصفحه هتظهر ولا مش هتظهر دلوقتي؟ المفترض ان انا قايل ان البيلد اوبشن ده انكلود، يعني الحاجه بتاعته اللي جواه تظهر، فبالتالي لما افتح الصفحه بتاعتي دي اشوفها عادي. طيب لو رحت تاني على الابلكيشن بتاعي ده وعملت بيلد اوبشن جديد، وقلت مثلا البيلد اوبشن ده معمول للتيست فقط، تمام، والديفولت بتاعه انه يبقى اكسكلود، يعني ما يبقاش موجود، ما يظهرش في الصفحه. اكتب كده في الديسكربشن دونت ديسبلاي مثلا. تمام. انا بقى عندي دلوقتي بيلد اوبشن تاني بس المره دي اكسكلود. فتعال نطبق الكلام ده على صفحة تانية وليكن اللي هي صفحة اتنين. هعمل edit على صفحة اتنين وأقول لها أنت الصفحة دي أنت واخدة build option اللي هو التستر أو التست زي ما احنا عملناه، اللي هو excluded اللي هو مش هيبان. هنا وأقول له إيه تيست. تعالوا نجرب بقى نشوف الصفحة دي هتظهر ولا مش هتظهر معايا. ادي صفحة واحد معلهاش اي بيلد اوبشن فبالتالي بتظهر، صفحة تلاتة عليها بيلد اوبشن اسمه ديف بس هو انكلودد فبيظهر، صفحة اتنين هتجيلك كده ان هو مهوش شايفها اصلا، ده ممكن يفهم ان الصفحة مش موجودة في الابلكيشن اصلا. تمام. يعني اليوزر كده لما يفهم مش هيفهم ان الصفحة مش موجودة اصلا في الابلكيشن، بس هي موجودة بس واخدة بيلد اوبشن معين. هل الكلام ده على مستوى الصفحه بس؟ احنا قلنا لا، على مستوى البروسيس، على مستوى الريجون، على مستوى الايتم، على مستوى اي حاجه. يعني احنا لو رحنا على الصفحه دي وشلنا البيلد اوبشن منها ورحنا على الريجون اللي هو الكلاينت، او تعالى على الصفحه بتاعتنا اللي هي كانت صفحه 3، الصفحه دلوقتي فيها زراير 1 6 و1 جت. تعالى نخلي الست ده اللي هو بيعمل سيكل ده ياخد بيلد اوبشن تيست اللي مش بيظهر، والجيت هو اللي ياخد بيلد اوبشن اللي هو الديف. تعال ران الصفحه دلوقتي. تمام. الست مش هيظهر هنا، الجيت بس هو اللي هيظهر. وضحت يا جماعة؟ طيب وضحت الفكرة؟
واحنا بتطبق على البروسيس، بتطبق على الديناميك اكشن، بتطبق على اي حاجه تلاقي دايما جزئيه الكونفيجريشن عليها دي. طب هو ده الغلط منها بس؟ لا، انت بس هنا احنا ممكن نكون بنتكلم على ان ديفلوبر شغال وتستر شغال في الصفحه دي، انا عاملها للتستر بس، او كنت بتست بيها حاجه فسايبها لحد ما نشوف هنعمل فيها ايه. ومش بس كده، انت ممكن تكون شغال على ابلكيشن والابلكيشن ده عامل ريليز مثلا، ريليز واحد، وبعد كده انت شغال على حاجات تانية في ريليز اتنين ومش عايز حد يشوفها، فتروح مديلها بيلد اوبشن مثلا ريليز اتنين، وتفضل شغال عليها ومحدش واخد باله منها، واي حد يجي يفتح ما يلاقيهاش اصلا. تمام؟ فالفكره من البيلد اوبشن ان انت بتحط زي ما تكون انا عندي بيلد الابلكيشن في وضع التيست، او بيلد الابلكيشن في وضع الديف، او ريليز واحد وريليز اتنين، بتفرق ما بينهم، هي حاجه زياده. يعني انت عندك، احنا قلنا بنفرق بالكونديشن، يعني اقدر اسهل اخفي الايتم واظهره في السيرفر سايد كونديشن عن طريق كونديشن او عن طريق الاثورايزيشن. انا دلوقتي زياده عندي كمان حاجه اسمها بيلد اوبشن، بس بيلد اوبشن ده حاجه بمزاجي انا اللي بكتبها، انا اللي بحددها، ملهاش اي علاقه لا بالكونديشن ان الايتم ده يظهر اعتمادا على القيمه ولا اي حاجه تانيه، ولا لها علاقه بالاثورايزيشن مين يشوف ايه وما يشوفش ايه، لها علاقه بيك انت، انت اللي عاملها، عامل صفحات للتستر، عامل صفحات للديفلوبر، عامل صفحات للريليز واحد، وعامل صفحات للريليز اتنين. وطبعا برضو انا عندي اي بي اي اقدر اجيت البيلد اوبشن بتاع ايتم معين او ريجن معين، واقدر اسيت البيلد اوبشن. ولو عايز تعرفها برضو اعمل كده، تمام، وابحث على البيلد اوبشن اهو، هتلاقيه موجود برضو. اقدر اجيت البيلد اوبشن بتاع اي حاجه عندي، بتاع الابلكيشن اي دي بتاعي، تمام، والستيتس، واجيبها، والامثله موجوده اهي، تمام. خد بالك ده الاي دي، ده الاي دي بتاع الحاجه، سواء كانت صفحه او كانت ريجون او كانت بروسس، تمام. وزي ما اتفقنا كده، عندي برضو اسيت البيلد اوبشن ستيتس، اغيرها في الران تايم كمان. واضح كده يا جماعه؟ يا رب يكون جزء البيلد اوبشن ده واضح بالنسبه لكم، لانه مهم جدا. وكمان يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الابليكيشن لوجيك، ونكمل ان شاء الله بقيه الدروس. السلام عليكم.